يا روحي مجنون وطاش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو وقوف. استنى نار اسود النمر من المانيا. الو ايه تيتا زي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني بس سوري انا اسف امان. طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. تفضل حضرتك. قول لي يا ولد هو ماتت؟ مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله يرحمه. امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني ادينا حو وكلاب. لو تقامت لو تقامت نورتي بس يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره ويا هانم الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابو البيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هانم. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ انت هتبقى مذبحه يا شريف. مذبحه. ميزة بس يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا مز. ما تدخلي مع صحباتك. اخس عليك يا فايم. جابل قاعد. الست دي كدابه. اخرسي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت. يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش هعرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حضرتك الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح ونقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره
ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا، مش نتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه. يعني ايه هو يا ولد الموضوع اللي انت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي، عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفه يعني، وبعدين عشان اعصاب حضرتك. في ايه تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها، يعني دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب، وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي، في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزاره، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصه حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. سوري. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي، اصل يا تيتا خرجت مش عارفه فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضيه قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا مش هقول، يعني استنى شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل